عقد مجلس محافظة اللاذقية اجتماعه الدوري الأول لعام 2016 برئاسة الدكتور أوس عثمان رئيس مجلس المحافظة وبحضور أعضاء المجلس وعدد من المدراء العامين للقطاعات الخدمية في اللاذقية، حيث تم طرح العديد من المسائل التي تهم المزارعين، والتي من أهمها تخفيض أسعار السماد الكيماوي للحفاظ على الأشجار المثمرة وتوزيع الغراس على المناطق المحررة وإيجاد منافذ خارجية لتسويق محصول الحمضيات. نحن في الأعوام القادمة سنزيد خط التحرير نتيجة فعل العصابات الإجرامية في المناطق المحررة وحرق قسم كبير من غابن السر والحراجية، خاصة في منطقة ربيعة ومناطق المجاورة. والأخوة المواطنين بالنسبة للمناطق المدرمة حاصلون إن تجربة سابقة بالريف الشمالي، قمنا بتوزيع الغراس مجانا على الأخوة الفلاحين وغراس إلى أماكن زراعتهم لنمكن الأخوة من العودة إلى مناطقهم بسعادة. كما دعا أعضاء المجلس إلى الإسراع في بناء مستشفى جبلة ومستشفى المنطقة الشمالية وتفعيل دور المراكز الصحية ورفدها بالكادر المؤهل وزيادة عدد ساعات عملها لخدمة المواطنين، إضافة إلى عدد من الاستفسارات حول حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير. اليوم نحن عندنا 3 أيام هلا مريت، جمعة وسبت وأحد، اليوم 2، بدون إبلاغ عن أي إصابة جديدة. نحن العدد الإجمالي بلغ 43 إصابة، عدد الوفيات عالي للأسف 15 وفية. نحن منأكد لكل مواطنين أنه أرقامنا دقيقة ومدروسة، ونحن ما منخاف أنه ينشر الفزع بينهم، أهلنا أوعى من هيك. نحن نتأمل أنه تكون الجائحة أو الوباء الإنفلونزا بشكل عام، مو الإنفلونزا H1N1 مثل ما عم يحكوا العالم كلهم، الإنفلونزا بشكل عام نتأمل أنه تكون خفت أو بدأت بالخمود، لأنه 3 أيام بدون إصابة جديدة شغلة نادرة بمسار جائحة موسمية. ويمكن النقاش ساهم شوي بتوضيح الصورة من جهة وبلفت نظرنا نحن لبعض الأخطاء اللي ما بنشوفها بجوز كانوا موفقين فيها. عكس الاجتماع اهتمام أعضاء المجلس بالواقع المعيشي للمواطن وفعالية مجلس المحافظة في حل المشكلات والتشارك في طرح الحلول مع الجهات المعنية التي ردت بشفافية على معظم الطروحات المقدمة.